في هذه اللحظات الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الخامس من المجموعة الشوط الثالث لفئة البكار، انطلق بحفظ الله وسلامته اللي في أول المراكز. في هذه اللحظات هذه دمعة لسيد محمد بن كردي بن طالب المنخص مع دمعة في أول المراكز من الجانب الدوني. في هذه اللحظات هذه الشاهينية لسيد محمد بن علي الشهواني تسلت وانتزعت المركز الأول، ثالث المراكز هذه زاهية للسيد علي بن حمد الشرافي، ثالث المراكز رابع المراكز هذه ظن السيد مريط بن سعيد بن مريط الهاجري مع ظن في رابع المراكز، خامس المراكز من الجانب الأيمن هذه التماس السيد جاسم الزبداني، ولكن روح مع الشاهينية للسيد محمد بن علي الشهواني مع الشاهينية في أول المراكز. هذه الشاهينية الحفلة كريم منتزع المركز الأول ومسيطر الشاهينية للسيد محمد بن علي الشهواني، ثاني المراكز واصل هذه زاهية للسيد علي بن حمد. علي بن حمد القريصي في هذه اللحظات في ثاني المراكز مع زاهية، أما اللي في ثالث المراكز هذه التماس للسيد جاسم الزبداني، ولكن روح مع اللي في أول المراكز الشاهينية السيد محمد بن علي الشهواني في أول المراكز، ولكن واصل مسجد الجنوب في هذه اللحظات حمد بن علي القريصي في ثاني المراكز مع زاهية، وهذا الشعار الزاهي، ولكن الشاهينية حتى هذه اللحظات في أول المراكز هذه الشاهينية للسيد محمد بن علي الشهواني، ثاني المراكز زاهية للسيد حمد بن علي القريصي، ثالث المراكز واصلة هذه هي الحفلة الكريمة حماس للسيد علي بن ناصر ابن شابل، ولكن الشاهينية حتى هذه اللحظات هذه الشاهينية الحفلة الكريمة للسيد محمد بن علي الشهواني في أول المراكز، نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز. فاز الشاهينية بالمركز الأول، ثاني المراكز وصلت زاهية بدون أي أوامر للسيد حمد بن علي القريصي، وفي ثالث المراكز وصلت هذه حماس للسيد علي بن ناصر ابن شابل. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 14 ثانية و15 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.